الإدارات ومش نعم الوزارات، إحنا رصدنا كل وزارة بنبعت لها بترد علينا ولا ما بتردش، وبتحل ولا ما بتحلش، لأنه مش دايما أنت بتقدر زي تحل ايه؟ المشكلة. يعني عندك مثلا اكيد وزارة الداخلية الداخلية نمرة طبيعي واحد، رقم واحد. أكتر وزارة بنبعت لها ومفيش جواب ببعته لهم، ما بيردوش. بيردوا بيردوا سواء حلوا أو ما او ما حلوش، حلوش. يعني ما هو لكن في أحيانا رد. في رد، دايما في رد. يليه النائب العام برضو دايما في رد. نعم. وبعد كده بقى احنا بنرتب الوزارات. هو يمكن انخفاض مستوى ردود عند بعض الوزارات غياب وعي المسؤول عن الرد، لأن عادة اللي بيرد مش هو اللي فوق، هو اللي ماسك، اللي بيشتغل على الأرض، عادة ده اللي بيكون درجته أقل شوية. يمكن كلمة حقوق الإنسان لسه مش مفهومة. يعني عندك وزارة، أكتر وزارة بتشتغل على حقوق الإنسان وزارة التضامن. نعم إحنا عملنا دورات تدريبية لوزارة التضامن عشان نقول لهم أنتوا أكتر ناس بتشتغلوا على حقوق الإنسان، بس ترجموها لحقوق. فترجموها لحقوق، دي هي مهمتنا تقريبا مع كل الوزارات، إنه مفهوم حقوق الإنسان مفهوم جديد. يعني أولا إحنا مش بدأنا السياسي. واحنا بدأنا وكان مفروض أبدأ وأقول مبروك لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، ومبروك إن الانتخابات خرجت بشكل محترم. الحملة الرئاسية أنا بهني المستشار محمود فوزي لأنها كانت حملة شعبية، ما استناش الناس تروح له، هو راح راح للمجالس وراح حتت كتير جدا عشان يعرض يعني المرشح رؤيته ايه، خطته ايه. جالنا ناس من تنسيقية شباب الأحزاب بيكتبوا البرنامج ويسألونا انتوا رأيكوا ايه وعايزين ايه يبقى في البرنامج. طبعا قعدنا اتكلمنا معاهم على ان احنا عايزين نشوف مكون مهم جدا في برنامج المرشح الرئاسي عن حقوق الإنسان. وأنا من متابعتي للرئيس أنا شايف أنه هو عنده رؤية حقوقية. وفي البداية لما حضرتك قلت زيارة الكنيسة، أنا بقول هذا الإنسان اللي بيتكلم. برضو الرئيس لو تتابعه في الكلمات اللي بيقولها في المناسبات العامة بيبقى عنده كلمة معدة طبعا. سلفا، يعني مش هي دي اللي بتوريني الإنسان. أنا بشوف الإنسان فين؟ لما يقف